السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في النشرة الرياضية. تغلب فريق المحرق على لبسيتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 15 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم. أهداف المحرق جاءت عبر ثنائية لإسماعيل عبد اللطيف وهدف للمحترف البرازيلي إلياسو، بينما جاءت أهداف لبسيتين عبر المحترف البرازيلي ريكو واللاعب هشام منصور. بهذا الفوز رفع فريق المحرق رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد لبسيتين عند 17 نقطة وضعته في المركز السابع. في المقابل حقق فريق الرفاع فوزا ثمينا على حساب نظيره المنامة بهدفين دون مقابل. أهداف اللقاء جاءت عن طريق المحترف البرازيلي باربوسا ومحمد الطيب، يرتقي بذلك فريق الرفاع للمركز الثالث ب 22 نقطة، فيما بقي المنامة ب 11 نقطة وضعته في المركز الأخير. في هذه المباراة ممكن أن يأتي هذا الثاني سريع على انطلاقة، هي هذا الثاني ممكن محمد علي الطيب، ممكن طيب يا طيب. ونجح فريق الملكية في تحقيق الفوز على سترة بهدفين دون مقابل. الملكية يدين بهذا الانتصار للاعب حسين حسن الذي سجل هدفي الفوز في الدقيقتين 42 و68، ليصل الملكية بهذه النتيجة إلى المركز السادس ب18 نقطة، فيما تجمد رصيد نادي سترة عند 16 نقطة وضعته في المركز التاسع.